السلام عليكم. الله غنتسناكم معايا انكم تكونيكتاو باش نبداو ان شاء الله. يلا السلام عليكم. الوغ بارطاجيو لو لايف عفاكم مع صحابكم باش نبداو. بارطاجيو لو لايف يلا. الوغ واش كتسمعوني؟ الا كتسمعوني كتبوا واحد. très bien. ابل ما عرفتش علاش كنبدا اللايف عاد كتجي شي ابل. يلا يلا سيل فو بلي منسونيو صحابكم. الوغ كيف ما هدرت معاكم قبيله، كل واحد هدر قبيله، كل واحد سجل سميتو قبيله. قيت سون نمبر التليفون وقيت سون. علاش كنحطهم في الارشيف؟ باش داك الناس اللي جاوبوني قبيله نتمنى انهم يكملوا حتى التالي ويكملوا عند وعدهم، وان شاء الله اللي يحشمنا وتجيبوا نقط ممتازه. هادشي اللي وقع هاد النهار شي حاجه اللي كانت بالنسبه لينا شي حاجه عاديه ومتوقعه. ما يبقاش فيكم الحال، بالعكس قولوا سي بيان. علاش؟ باش نربحوا الوقت. ما تعولوش على الاستاذ في القسم بالمره تبقاو تقولوا حقا الاستاذ غادي يشرح لنا حقا كذا. ما كاينش هادشي. غتعولوا على راسكم، على قرايتكم وعلى مجهوداتكم، فان شاء الله يقدرنا الله سبحانه وتعالى ونقدروا انه الا شفتكم متفاعلين ولا لايف كل نهار غاديين وكيطلعوا ستاتيك كتبارطاجيو مع صحابكم في لي جروب اكسيتيرا نقدر نديرها لكم شاك جوغ. ومن دابا الاول ديال اكتوبر غتكونوا ضربتوا اكثر من 3 ديال الدروس ولا 4 وداكشي اللي فيه لا باز الكبير. الا كنتو بوغ سيت ايدي باش انكم تافونسيو وتخدموا باش تكونوا مرتاحين من بعد، نتمنى انكم تبارطاجيو هادشي مع صحابكم في لي جروب واتساب باش اننا نقدروا نكملوا. اي سورتو كل ما كنتو نتوما موتيفي وخدامين كل ما كنكون انا فرحانه وكنعطي اكثر. استاذه في نظرك عفاك واش التاجيل؟ لا ماشي على الناس اللي ما تلقحوش، لا علاقه بذلك بالمره، ما عنده حتى شي علاقه بالتلقيح. يلا اون فا كومونسي. غنبداو على بركه الله. غنبداو سيادي نديرو بعدا غابيل شنو قلنا اخر مره، ومن بعد غندخلو في المعقول. دونك اخر مره علاش هضرنا؟ يلا كتبوا لي علاش هضرنا اخر مره. يلا شباب الا اخر مره كنا هضرنا على لي ليميت ياك، وشرحنا شنو هي هذه اف 2 اكس 0 او لا اف 2 ا، وقلنا بلي هذه سي ليماج صوره. شي شرحناه
وهضرنا على كيفاش انا لي ليميت اول حاجه كنديروها هي اننا كنعوضوا كنقوموا بالتعويض، متفقين؟ جينا من بعد ما شرحنا سيدي ليماج اللي هي الصوره وشرحنا ليميت، قلنا بلي كاينه واحد الحاجه كتجمع لي بين ليميت والصوره. شنو هي هاد الحاجه اللي كتجمع لي بين ليميت والصوره؟ قلنا سي لا كونتينيتي، الاتصال. شنو كيقول لي الاتصال؟ كيقول لي بانه ليميت دونك اكس تانفير اكس 0 دو اف دو اكس، ها انا كنهضر على ليميت، خصو يساوي ليا ليماج اللي هي اف دو اكس 0. متفقين؟ سي بون متفقين؟ لا ماشي الشقاق، هذه لا كونتينيتي، الاتصال ماشي الشقاق، الاتصال. تري تري بيان. دونك هادشي كنا شرحناه اخر مره. شنو قلنا؟ كنمشيو كيعطيونا واحد لا فونكسيون، كنحسب الصوره سواء كيعطيوها لي سواء كنحسبها، كنعطيو لي لا ليميت كنحسبها. مثلا الصوره عطاتني 5 ولا ليميت عطاتني 5، كنقول بلي انهم متساويين، دونك هاد الداله متصله، سيت فونكسيون كونتينيو. مثلا هادي عطاتني 7 وهادي عطاتني 9، واش 7 هي 9؟ لا. فاش كيكونوا مختلفين كنقولوا ني با كونتينيو، ليست متصل. المهم هادشي قلناه في اللايف اللي فات، وانا سجلت لكم في انستغرام ديالي صافي لمياء. سي با. دابا غنخدموا بعض التمارين صغيورين اللي خاصنا نحلوهم كاملين باش نعرفوا راسنا واش ضبطنا هادشي ولا ما ضبطناش، باش قبل ما ندوز لحاجه جديده. ما بقيتش عاقله على ليميت، لا ليميت اللي عطيتكم شنو هي. مي بون نحاولوا نخدموا هادي، مثلا نخدموا حيده. شوفوا معايا، هنخدموا اف دو اكس f de x t'égale la racine de quoi? De x plus 4 moins 2 sur pardon sur x ou un redmou f de 0 t'égale à 1 sur 4. Je sais pas où j'ai خدمتها معكم ولا لا، مي بون كنجيو كنشوفو عندي هنا اون فوا عندي ليماج هي هادي. قال لك مونطري كو سيت فونكسيون اي كونتينيو، بين ان هذه الداله متصله. كي كندير نبينها كنقول بانه خاصو ليماج ليميت دونك اكس تانفير كوا، برافو عليك، 0 2 اف دو اكس تيكالا اف دو 0. هادي هي لا ريغل اللي خاصني نوصلها. بون هادي هي النتيجه الريزولطا اللي خاصني نوصلها، كاينه ولا ما كايناش؟ كاينه. انا سيدي عطيني اف دو 0 و 1 سور 4، دونك شنو بقى لي نقلب؟ باردون على شنو بقى لي نقلب؟ بقى لي نقلب فقط على ليميت دونك اكس تانفير اكس 0 دو اف دو اكس. اجي نقلبوا عليها، نجيو نحسبوها. عندي لا ليميت دونك اكس تانفير 0 ديال اف دو اكس اللي هي لا غاسين دو اكس بلس 4 موان 2 سور اكس. قلنا اول ايتاب كنديروها هي التعويض. اول حاجه كنديرها شنو هي؟ هي التعويض. نعوض 0 0 بلس 4، اجي نعوض بالقلم مثلا. هاي ها هي جنيه غاسين
0 بلس 4 هي 4 موان 2 سور 0 كتساوي ليا جات الربعة هو 2 ناقص 2 على 0 2 ناقص 2 هي 0 على 0 دونك هادي سي اون فورم انديتيرميني شكل غير محدد متفقين على هادي اهلا يا متفقين عليها دونك هذا الشكل غير محدد شنو يمكن لي ندير شوفوا معايا اون فوا كنشوف لا غاسيين الجذر كنفكر ان نضرب في المرافق متفقين متفقين يعني الا كان عندي هنا الناقص المرافق ديالو كيولي زائد الا كان عندي هنا الزائد المرافق ديالو كيولي الناقص متفقين عاقل على تلك الكاتريام يلا زيد نطبقوا دونك شنو هندير هندير سي ليميت دونك اكس تانفير 0 ديال اش ديال الجذر x plus 4 moins 2 sur x يعني هادشي ما كان بدل فيه تشي حاجة وهناخد لون واحد آخر باش نبينك المرافق شنو كيدير قلنا كنكتبو نفس الحاجة هادو يعني هنكتب جذر x plus 4 وجوج هنا وهنولي نكتبها لتحت جذر x plus 4 وجوج مي هاد المرة شنو هندير قلنا فاش كتكون عندي هنا ناقص هنا شنو غتولي عندي زائد زائد ككانت هنا عندي الزائد غتولي عندي الناقص متفقين كنعرفوا بلي اون فوا كنضرب حاجه في حاجه يعني هادي في هادي كتعطي ا بلس بي في ا موان بي نربطو داك القاعده كتقول لي شنو هي ا بلس بي في ا موان بي اللي هي ا او كاري موان بي او كاري متفقين دونك اجي نولي نكتبها شوف معايا كانت عندي ليميت هانتوما غير تبعوا معايا كانت عندي لا ليميت دونك x طون فيغ 0 دو راسين x بلس 4 موان 2 سور x قلنا باش كنضرب في المرافق كنضرب بهذا دونك تقاد لكم لا كولور تقاد ليماج دونك قلنا كنكتبو نفس الحاجة هو جذر x بلس 4 و جوج وهنا جذر x بلس 4 و جوج قلنا طونكو هنا كان عندي البلوس ها هي هذا الموان اتون ابل تخل ديزا انقطع ديما لي زابيل كيجيوني في قطع اللايف دونك قلنا هنايا طونكو كانت عندي هادي الموان شنو هتولي هاد بلاصتها تولي البلوس البلوس هذه كتكتب على شكل a موان b في a بلس b اللي هي a او كاري موان b او كاري رديناها القاعده ديال a موان b في a بلس b اللي هي a او كاري موان b او كاري دونك شنو تجيني هذه a او كاري يعني هي ال a نحطها هي جذر x بلس 4 يعني شنو هي ال او كاري ديال هذه الا رفعتها او كاري ال او كاري كتحيد ليا لا غاسين دونك غتبقى ليا x بلس 4 موان ناقص ب او كاري اجي نصوبها باش ما تلفوليش ليميت طونك اكس تانفير 0 شنو قالت لنا لمياء هاد التحتاني ما نقيسوهش اسيدي ها هو اكس فاكتور دو راسين دو اكس بلس 4 بلس 2 ما قصتوش لا ما قصتيش الفوق شنو عندي قلنا ا موان بي فوا ا بلس بي اللي هي ا او كاري يعني هنرفع هادي او كاري جذر x بلس 4 او كاري اللي هو x بلس 4 موان ناقص على حساب القاعده b او كاري b او كاري ستادير 2 او كاري اللي هي 4 كنلاحظ بلي هذه تمشي مع هذه هتبقى ليا هي x على x في جذر x بلس 4 بلس 2 كنشوف بلي هذه هتختزل مع هذه شنو كتبقى لي كتبقى ليا لا ليميت دونك x طون فيغ 0 دو 1 سور راسين دو x بلس 4 بلس 2 دابا شنو بقى لي بلوتو هادي راه جذر دابا شنو بقى لي قالت لي شي حاجه لا شنو بقى لي بقى لي انني نعوض دونك اجي ندير التعويض فين ما لقيت x نعوضها باش بزيرو هنا ما كاينش الاكس هنا ها هو الاكس هنا ما كاينش دونك هادي نعوضها باش بزيرو دونك هتجيني هي واحد
على غاسين دو 4 بلس 2. غاسين دو 4 هي شحال؟ هي 2 بلس 2 هي 4. دونك 1 سور 4. دونك لا ليميت دونك x تان فير x0 شحال خرجت ليا؟ هي 1 على 4. دابا فهمتوا هذا الشيء؟ اجي نشوفوا كي غنكتب له في الوطني. نكتب له هذا الشيء ولا في الامتحان هتكتب له هذا الشيء، هتهبط عليه هكا ايوا. ومن بعد هنجي لهنا بعدا نكتبوا لا مسا بري با، واخا مشات لنا لاشين يوتيوب سي با غاف. دونك هنا شو تقول له؟ هتقول له لدينا ليميت طونك اكس طون فير 0 دو اف دو اكس تيغالا 1 سور 4، واللي والاف دو 0 تيغالا 1 سور 4. دونك إذن ليميت دونك x تان فير 0 دو f دو x تيغالا f دو 0 تيغالا 1 سور 4. دونك لا فونكسيون اي كونتينيو. إذن الدالة متصلة هنا خصها تكتب. دابا فهمتوا الطريقة كتكتب؟ متفقين عليها؟ الوغ الناس اللي عاد دخلوا دابا عاد هضرنا غير على اننا قلنا خدم لها في اللايف الاول اللي بيت الصوره وكيفاش لقينا باللي بيت الصوره، وقلنا بانها لا كونتينيتي الاتصال. جينا خدمنا هذا ليكزامبل هذا اللي عطيته لكم ديال هاد لا فونكسيون هاد اف دو 0 تيغال ا سور 4. هاد اف دو اكس خدمنا لها ليميت وريناها فاش عوضنا هنا عطاتنا 0 سور 0 في فورم انديتيرميني. قلنا بانه فاش كيكون عندي شي جذر كنفكروا فاش في المرافق، الا كانت هذه ناقص كتولي زائد، الا كانت هذه زائد كتولي ناقص. دونك ورينا هاد لي ديتاي كاملين هنا تتوصلنا لهاد النتيجه وخرجنا لا ليميت كتساوي ليا 1 على 4. وريتكم طريقه كيفاش كنكتبوا في الامتحان الوطني اولا في الكونترول اولا فاش ما كان، اللي هي هذه كنوري النتيجه اللي وصلت لها، كنقول له لي دوني، كنقول له اذا راهم كيتساواو، عاد كندير استنتاج وكنقول بانهم متصلين. دونك هادو هاد لا بروسيدور سهله وبسيطه. دابا غندوز نشرح لكم واحد لا نوسيون جديده في الاتصال النيت. في هذه النيت دابا كتعرفوا غير هاد الشكل، هادشي اللي تعلمنا مع كلامية، هادشي اللي وريتينا. واش كاين شي شكل جديد؟ طبيعة الحال حنا غاديين وكنزيدو في لو نيفو، غاديين حنا كنطلعو النيفو. اذا انا لمي هادشي كنتي كتشرحيه لنا غير لا باز، داكشي غير ساهل. ايه سيدي، دونك هادشي اللي كنا كنشرحو ما كيساوي حتى شي حاجه قدام هادشي اللي جاي. دونك سمعني وفهمني شنو كنقول، شوف معايا. نكتبو هنا يا لمسة بريبا. الوغ دابا حنا تعلمنا بانه ليميت دونك اكس طان فيغ اكس زيرو او لا دو اف دو اكس تيكالا اف دو اكس زيرو، يعني ليماج الصورة كتساوي ليا لا ليميت. دابا غادي نعرفوا بان هاد الاكس زيرو هذا اللي عندي هنا، هاد الاكس زيرو مثلا هنجي لهنا نعطيك هذا صفر واحد جوج ناقص واحد ناقص جوج مثلا. هنجي لهنا هنقول لك بغيت تحسب لي لا ليميت على لي من الواحد، هادي هي لي من الواحد. لا بغيتك تحسبها لي على ليسر د الواحد، ها ليسر د الواحد. فاش كنقول على لي من د الواحد اليمين ديما كنرمزو له بالبلوس، دونك يمين واحد ا دغوات دو 1 كنرمزو لها بالبلوس، ا غوش دو 1 على يسار الواحد كنقول لها ا موان. دونك ليمن ديما كنرمز لها بالبلوس، شمال اليسار ديما كنرمز لها بالموان. متفقين؟ هنا هنفهمو هذا ليمن ديال الزيرو هذا ليسر ديال الزيرو، هادي ليمن ناقص واحد هادي ليسر ناقص واحد. وهي غادية هنفهمو بلي إلا كان عندي واحد الإكس زيرو عدد واحد جوج خمسة ثمانية
عنده اليمين ديالو واليسار ديالو. اليمين ديالو كنرمز له ب اكس 0 بلس زائد، اليسار كنرمز له ب اكس 0 موان. متفقين؟ دونك هنا هاد اكس 0 انا اللي كنت كنخدمو غير هكاك كعدد، ما بقيتش نخدم غير هاد العدد، غنولي نخدم على اليمين ديالو وعلى اليسار ديالو. شوف معايا، دونك القاعده كي غادي تولي على 100 سهله وبسيطه. هذا القسم الجويجات كيفاش؟ هنقول بانه الليميت دونك اكس تانفير اكس 0 دو اف دو اكس تيغال الليميت دونك اكس تانفير اكس 0 دو اف دو اكس تيغال كوا ليماج صوره اللي هي اف دو اكس 0. لم علاش عاودتيهم بجوج؟ سي نورمال، قلنا هاد الاكس 0 شنو ولات؟ عندها اليمين وعندها اليسار. اذا انا وليت غادي نبدا نفرق بين اليمين واليسار. دونك القاعده الجديده، ماشي الجديده ولكن غادي حنا كنديطاييو فيها، ديال الاتصال ديالنا هي هذه. سكرينيوها عفاكم باش نكملوا. يلا السكرين اكتب لي واحد. Non, c'est bac 2022, inchallah. L'espèce ne va pas douze ou chez le mat. Rien ne s'est liquide douze ou de quel mat d'être l'ihsa. On va qu'à t'ajouter, j'ai dit que t'ajouter l'ihsimel. Et alors ça fait screen et tout, c'est lit tout. دابا هاد جي مثلا وهي شي واحد غادي يقول لي لي زابيل فهاد الوقت، ما فهمتش انا اش كيجيهم عليا فهاد الوقت. شوفوا معايا هادشي، واش تقولي لي مدام سا سيغا كوا انها بلوس ولا موان ولا انا مالي؟ شوف معايا فاش هاد تفيدك. عندي هنا فيلم المخ هاو هنا، فاش قلنا لي ليميت وهضرنا على ال سور 0، ال قلنا ال عدد اللي هو ديفيرون دو 0. قلنا فاش كنلقاو شي عدد على 0 كيعطيني سوا بلوس او لا موان لانفيني. هادشي في النهايه في لي ليميت، عقلتو؟ فاش كنا كنلقاو 9 على 0 او لا 6 على 0 او لا ناقص 12 على 0، شحال ما بغاو يكونوا يعطوني، وكانت عندي ليميت يعني كنعوض هنا بشي عدد، كنا كنقولوا بانه العدد على 0 كيعطيني سوا بلوس او لا موان لانفيني. هادشي عقلتو عليه؟ اجي ندخلوا لي ديتاي ونعرفوا فوقاش تعطيني بلوس لانفيني وفوقاش تعطيني موان لانفيني. مثلا نعطيوك اكزامبل باش تفهموا ضرورة هاد الاكس 0 بلس وهاد الاكس 0 موان، ضرورة هادشي اللي كنديروه هنا، هاد الاشارة هادي تدير غير ماشي ديكور. سي بون، دونك شنو غنديرو؟ هنجيو لهنا سيدي، غنكتبو باغ اكزومبل لا ليميت دونك اكس تانفير 0، سي بون، دو 9 سور اكس او كاري. مثلا هذا غير مثال بسيط. قلنا اول حاجه كنديروها هي التعويض، يعني هذه 9 كتبقى 9 فين ما لقيت الاكس باش كنعوضها بالزيرو، هي 0 او كاري دونك سي 9 سور 0. هاد لو 0 هذا واش بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ برافو، غتقول لي بوزيتيف. علاش؟ حيت فيه الاو كاري. دونك هنا هذا بوزيتيف شنو غادي يعطيني؟ ال سور 0، وهذا بوزيتيف غادي يعطيني البلوس لانفيني.
supposons انا عندي لا ليميت donc x tend vers 0 moins de 9 sur x à la puissance 3 كنعرفوا العدد الفردي كيخلي لي الاشاره دونك هنجي شنو هندير برافو عليك غادي نعوض هتجيني هي 9 على 0 ناقص دونك قلنا عدد اللي هو l sur 0 سي بلس او لا موان لانفيني فهاد لوكا مادام ان هذا موان دونك شنو غتعطيني غتعطيني موان لانفيني متفقين الى متفقين كتبوا لي واحد باش هادي نيت نعقدوها شويه ميرسي محمد واش متفقين زيد متفقين كتبوا لي واحد تري بيان نشدو مثلا هنا نشدو مثلا ليميت دونك x tend vers 0 موان هذا نيت فعوض هاد 9 هندير لها ناقص 9 على x اس 3 شنو هتجيني هي ناقص 9 على 0 كي داير موان ياك اجي لهنا حيد لي هادي شحال تعطيني هي ال على 0 موان شحال هي هي موان لانفيني هادي 9 على 0 ناقص هيا عاد خرجناها عطاتني موان لانفيني وهاد ناقص يعني الموان والموان غادي تكون بلس لانفيني فهمتوا هادي دونك الا غطيت هاد الناقص هتجيني 9 على 0 ناقص شحال خرجناها 9 على 0 ناقص هي موان لانفيني موان لانفيني وموان هي بلس لانفيني يعني الناقص والناقص كتعطيني زائد اجي ناخدو هادي هاد المثال هذا اجي نحطوه قدامنا فايزا دونك نكتبو هنا لمس شوف معي باغ اكزومبل ليميت دونك x tend vers 0 مثلا بلس دو 9 سور x او كاري وهنا ناقص قلنا الا ما كانش هاد الناقص شنو غتعطيني هي 9 على 0 بلس اللي هي بلس لانفيني و الا كان هنا الموان الموان والبلس موان لان الناقص كيغلب كنعرفوا بانه الناقص والناقص زائد زائد والناقص ناقص متفقين اين اجدو الاشاره علاش كتهضر بالضبط هذه ما كتحتاجش تجذب الاشاره لان الانعدام ديالها باين والمجال ديالها راه ما هذا ما درسينوش في شي حاجه كبيره هذه راه كتهضر لها على البلس وهذه درسينها في الموان يعني مجال علاش تحتاج تجذب الاشاره تجذب الاشاره اللي كنت تحسبها هي زيرو ماشي زيرو بلس وزيرو موان واش هاد لابارتي مفهومه شباب ندوز لي زيكزيرسيس كنبقى نكتب ما كنبقاش كنفهم كتابتي يلا سي فو بلي باش ندوز للتمارين هيا زيرو موان هنا زيرو موان هنا زيرو بلس هنا ما نحتاج كاكون دايرة غير زيرو بوحديتها نقدر ندير الإشارة يلا أوكي نعطيكم هاد التمرين اف دو اكس
جي دو اكس، يلا نبدلو من اف دو اكس اللي كتولفوا لنا عليها. جي دو اكس هي جوج اكس اس 3 ناقص اكس على لا فالور ابسولو دو اكس. دائما فاش كنشوفوا لا فالور ابسولو القيمه المطلقه خاصنا نحذو. ونعطيكم جي دو زيرو تيغالا موانزا. اتودي سمعوني، اتودي لا كونتينيتي دو لا فونكسيون اش ا غوش دو زيرو او دروس هذا اتصال دال جي على يسار صفر. اتودي لا كونتينيتي دو جي ا بلوتو ا دروات اي ا غوش ادرس اتصال دال جي على يمين وعلى يسار صفر. يلا نعطيكم شحال الوقت باش توجدوها لي. شي 5 مينوت وتصيفطوها لي في الجروب، نحل الجروب. يلا انا حليت لكم الجروب، يلا هتصوبوها وتصيفطوها لي تصويره في الجروب. ها انا حليت لكم الجروب. واخا انا بارتيام با هي اكس ديفيرون دو زيرو. يلا حيت هادي لا ليميت ماشي كتمشي تقيس داك النقطه، غير كتقرب لها هكذا. مثلا عندي هنا الزيرو غير كتقرب لها ما كتقيسهاش، كتمشي حداها تقريبا ولكن ما كتقيسهاش. يلا 5 مينوت هتصيفطوا لي في الجروب ديالنا باك 2022، في الجروب باك 2022 ديال لمسه. يلا انا نستنى الورق ديالكم. يلا صافي دي سكرينيتوها باش نحط التليفون يهزه بيدي. سي بون دابا الا شفتوا الدنيا كحله راني مشيت راني غير نقرا الميساج ديالكم. يلا غنحط التليفون، هانتوما غنحط غير التليفون، شفتوا غنحط غير التليفون في الارض حيت عييت وانا هزاه، الفيكساتور فاسد. دونك غنحط التليفون الا شفتوها كحله راه ما مشيت حتى شي بلاصه. يلا غنتسنى لا رياكسيون ديالكم في لو غروب ديالنا. يلا